السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. ترتيب فرق الدوري التونسي وترتيب الهدافين، ذلك بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2020 في الدوري التونسي في الجولة 18. أولا نتكلم عن نتائج المباريات، ثم ترتيب فرق الدوري التونسي، ثم ترتيب الهدافين. اليوم السبت حميم الآنف كان المفروض يلعب مع مستقبل سليمان الساعة 6 مساء، والنتيجة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. المباراة التانية كانت بين الملعب التونسي وشباب القيروان، شباب القيروان فاز على الملعب التونسي 1-0. الترجي الرياضي التونسي تعادل أمام بين فردان 0-0، والاتحاد المنستيري فاز على هلال الشابي 3-2. الآن نتعرف على ترتيب الفرق. في صدارة ترتيب الدوري التونسي الترجي الرياضي التونسي في المركز الأول ب 48 نقطة، في المركز الثاني الاتحاد المنستيري ب 35 نقطة، مركز ثالث النادي الصفاقسي التونسي ب 35 نقطة، النجم الساحلي في المركز الرابع ب 29 نقطة وهيلعب بكرة هو والنجم الصفاقسي. في المركز الخامس النادي الإفريقي التونسي ب 28 نقطة، والملعب التونسي في المركز السادس ب 27 نقطة، بين فيردان في المركز السابع ب 25 نقطة، هلال الشابة في المركز الثامن ب 21 نقطة، مستقبل سليمان في المركز التاسع ب 20 نقطة، شبيبة القيروان في المركز العاشر، عذرا مستقبل سليمان في المركز التاسع ب 21 نقطة لأنه تعادل اليوم. أما في المركز العاشر شبيبة القيروان ب 15 نقطة. المركز الحادي عشر اتحاد تضوين ب 14 نقطة. المركز الثاني عشر نجم المتلاوي ب 13 نقطة. وحمام الأنف في المركز الثالث عشر ب 14 نقطة لأنه تعادل اليوم. هو الخطأ هنا موجود في الموقع ده. وفي المركز الرابع عشر الرياضي البنزرتي، النادي الرياضي البنزرتي ب 12 نقطة، هو المركز الأخير. اما عن ترتيب الهدافين، بالنسبه لترتيب الهدافين للدوري التونسي، في المركز الاول انتوني اوكوبوتو لاعب مانشستير ب 11 هدف، في المركز الثاني انيس البدر لاعب ترجي الرياضي التونسي ب 6 اهداف، وباسيرو كومباوري لاعب النادي الافريقي، وغاي مبنزا لاعب ملعب التونسي، ومحمد العمري لاعب مانشستير. المركز الثالث حمد الهوني لاعب ترجي الرياضي التونسي ب 5 اهداف، وياسين الشماخي لاعب النادي الافريقي، أبو بكر تراوري لاعب الرياضي البنزرتي، وداروين غونزاليس لاعب النجم الساحلي، ومحمد العربي لاعب النجم الساحلي، ومرتضى بن والناس لاعب النجم الساحلي أيضا، ولينغتون لاعب بن فردان، وياسين الصالحي لاعب شبيبة القيروان. في المركز الرابع كان غسلي إيدو لاعب النادي الصفاقسي التونسي ب4 أهداف، وفادي بن شوقي لاعب الترجي الرياضي التونسي، وعبد الحليم الدراجي لاعب الرياضي البنزرتي، ومارسيلين كوكوبو لاعب حمام الأنف، وتيجاني أناني لاعب مستقبل سليمان، وطه ياسين الخنيسي لاعب الترجي الرياضي التونسي. وفي المركز الخامس راشد عرفاوي ولاعب مستقبل سليمان بثلاثة اهداف. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري التونسي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات اليوم السبت 8 اغسطس 2020 في اول ايام الجوله 18 من الدوري التونسي. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، عملك الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.